شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: هل يجوز السفر إلى المدينة المنورة بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحة حديث من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن السفر لزيارة القبور لا يجوز، لأنه بدعة ووسيلة إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، وفي رواية: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر إنما يكون للمساجد الثلاثة، حتى المساجد اللي صلى فيها ما يسافر إلى مسجد منها إلا إلى الثلاثة فقط. فكيف يسافر للقبور؟ لو أن أحدا سافر ليصلي في مسجد جامع، في مسجد دمشق مثلا، المسجد الأموي، لو واحد سافر يصلي في المسجد الأموي أو يصلي مسجد الرياض مثلا، قلنا هذا مبتدع، هذا مبتدع، لأنه لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد في الأرض، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فكيف بمن يسافر للقبور؟ هذا أشد، وهذا وسيلة إلى الغلو في القبور واعتقاد أنها تنفع وتضر. فالسفر إنما هو للمساجد الثلاثة لأجل الصلاة فيها: صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، صلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، الصلاة الواحدة، وما ينضاف إلى ذلك من الطواف بالبيت العتيق والاعتكاف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي زيادة خير. أما السفر لأجل القبور فلا يجوز، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي قبر. والحمد لله قبور الأنبياء ما هي معروفة الآن إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء، وهذا فيه رحمة من الله، لأنهم لو عرفت لرأيت الناس تزاحمون عليها، الله أخفاها. إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرف بالتحديد، ولا يسافر إليه ولا إلى غيره من القبور. بدليل هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا المراد به السفر للعبادة في مكان. أما السفر للتجارة، لصلة الأرحام، لطلب العلم، للسياحة المباحة، هذا مباح. إنما السفر للعبادة في مكان مخصص هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، ولا يسافر إلى غيرها من المساجد، ولا إلى القبور، ولا إلى الآثار، ولا غير ذلك من آثار الصالحين أو غيرها. وكل حديث كما نص الأئمة كالحافظ بن حجر والحافظ بن عبد الهادي وشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، نصوا على أن كل حديث فيه الحث على السفر، الحث على السفر لزيارة قبر الرسول، فهو مكذوب، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك حديث واحد يحث على السفر لزيارة القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. كل حديث في زيارة السفر لزيارة قبر الرسول فإنه كذب، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.